هنبدأ الربع ساعة اقتصاد من البنك الدولي اللي احتلت فيه مصر المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولي للدول الأكثر استقبال للتحويلات من الخارج بحجم تحويلات وصلت إلى 24.4 مليار دولار في 2020، وهي بتمثل بكده 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الجهاز المركزي كمان قال إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمو خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، وده طبعا فترة انتشار كورونا. وصلت بكده النسبة ل 13.7 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق قبله، ده 2018-2019، بزيادة قدرت ب 1.7 مليار دولار.